الصحابة رضي الله عنهم، وهم أفضل الأمة، هم أفضل الأمة، هم أفضل الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم خير القرون، وهم أفضل الأمة، وهم الذين أوصى بهم الله جل وعلا وأوصى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نشروا الإسلام، تحملوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغوه للأمة. من أين وصلنا هذا الإسلام إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم؟ هم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا الأحاديث كلها عن فلان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كلها فيها صحابة، رواتها من الصحابة، رووها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.